اللهم انه نزل بك وانت خير منزول به، اللهم انه نزل بك وانت خير منزول به، واصبح فقيرا من رحمتك فانت فليم عند عذابه، وقد جئناك راغبين اليه شفعاء له، اللهم زده بالانسان احسانا وارحمه رحمه واسعه، وابدله دارا خيرا من داره، هذا خيرا من داره، اللهم نقيه من الخطايا كما ينقى الثور الابيض من الدنس، اللهم ارحمه برحمتك واسعه، واجعل قبره روضه من رياض الجنه يا رب العالمين، والهم الصبر والسلوان لاسرته الكريمه وللاستاذ محمد ابو الحنين وللاسره ولسريته ولسائر الحاضرين جميعا، ولا اراكم الله مكروها في عزيز الخير، وندعو الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا جميعا ذنوبنا، وان يستر عيوبنا، وان يطهر قلوبنا، اللهم لا تدع لنا في هذا الدم ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا كربا الا فرجته، ولا ضالا الا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخره لك فيها رضا ولنا فيها صلاح، لا قضيتها ونسرتها يا ارحم الراحمين، اللهم اقبل راحلنا وعزيزنا وفقيدنا برحمتك يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، والهم له الصبر الجميل.